خلونا نبدأ محاضرتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أنا وسهلا بكم. نبدأ ريثما يجتمع العدد ونتوكل على الله. هذه هي المحاضرة التاسعة وهذا هو اللقاء التاسع. نتكلم اليوم حول استراتيجيات التفاوض بإذن الله تعالى، ثم بعد هذه مباشرة سنأخذ محاضرة أخرى إن شاء الله. سنأخذ الآن اللقاء التاسع وبعده اللقاء العاشر اليوم، ويوم الأحد بحول الله تعالى نأخذ لقاءين وننتهي. يريد تبلغون البقية إذا تكرمتم قدر الإمكان. يوم الأحد سننتهي بحول الله تعالى. استراتيجية التفاوض الكلام فيها طويل شوي، لذلك سنحاول الاختصار قدر الإمكان إن شاء الله. قدر الإمكان سنحاول الاختصار إن شاء الله. الشرائح اللي عندنا طويلة أيضا، لكن سنمر على ما يسمح به الوقت، وإن كان الباقي يظل مهما يجب علينا نهتم فيه. استراتيجية التفاوض يقصد بها الإطار العام الذي يحكم السلوك التفاوضي ويوجهه ويحدد اتجاهاته واتجاهاته الرئيسية. تصنيف استراتيجيات التفاوض تصنف طبقا للناتج المطلوب أو النتائج المطلوب تحقيقها، أو طبقا لطابع السلوك التفاوضي. فاليوم في محاضرة استراتيجيات التفاوض سنجيب عن سؤالين: ماذا وكيف إن شاء الله. فيها تفصيلات مثل ما ذكرت، لكن هذا هو الإطار العام. هذه يعني نقصد بها مرة ثانية السلوك التفاوضي، والإطار العام الذي يحكم ذلك ويوجهه ويجيب عن سؤالين: ماذا وكيف. خلونا نبدأ بالأمر الأول وهو ما يتعلق بماذا، جواب عن سؤال ماذا. في خطب في بعض الشرائح اللي هو تصنيف استراتيجيات التفاوض طبقا للناتج المطلوب تحقيقه وليس تحقيقها، هذا تكرر الخطأ للأسف، لعلنا نعدل إن شاء الله لاحقا. تشوفون العنوان هنا نعدله إن شاء الله: تصنيف استراتيجيات التفاوض طبقا للناتج المطلوب تحقيقه ماذا. المصالح المشتركة هذه أولا، وتحدثنا عنها سابقا، لكن هنا نذكرها بصفتها ضمن استراتيجيات التفاوض ولن نفصل فيها كثيرا لأن تكلمنا فيها. هي تقوم على مجموعة من المبادئ العامة: التعاون بين أطراف التفاوض وتحقيق التكامل بينهم كشركاء بما يوفر فرص نجاح عملية التفاوض. أيضا وجود تفاهم مشترك بين أطراف التفاوض بشأن المزايا والفوائد الممكنة وأسلوب تحقيق المنافع المشتركة منها، حرص كل طرف على بذل أقصى ما بوسعه لتعميق الثقة لدى الطرف الآخر. هي أسلوبان عامان في التفاوض: أسلوب التنافس ويقابله أسلوب التعاون إن صح التعبير. فهذه تدخل ضمن أسلوب التعاون، كلنا نربح كلنا نفوز كلنا نستفيد، وهذا هو الشائع وهو الأكثر. المصالح المشتركة أيضا تقوم على مجموعة من المبادئ، منها أيضا إضافة لما ذكر سابقا، منها وجود توافق في الاتجاهات والميول، وتوفر الرغبة الصادقة لدى أطراف التفاوض لتقديم التنازلات التي تتطلبها أهداف عملية التفاوض، منها أيضا وضوح الجهود التي يبذلها أطراف التفاوض لتوضيح الإمكانات المتوفرة لدى كل طرف في إحكام السيطرة على الجوانب السلبية التي يمكن أن تقلل فعالية التعاون وتحقيق أهداف عملية التفاوض. أنا ما أدري الآن أنتم تستطيعون تشاركون إذا حطيت سؤال أو شيء، ما أدري، ولا
يمكن أحط سؤال وأجاوب أنا وأظن يغلب على ظني أنكم يعني تكونون سمعت السؤال والجواب. من يستطيع منكم يجيب إلا أظن في داخلين الجوالات ما يمكن الواحد يشارك إذا دخل الجوال. عموما من يستطيع منكم يشارك يكتب حتى بس أتأكد. الله يسعدكم. الشرائح التي تليها فيها شرح وفيها تفصيل، وأنا أقترح عليكم إن استطعتوا إنكم تلخصونها جزاكم الله خير في إنفوغرافيك، وسبق لخصتها أنا في فصول سابقة، تلخصون استراتيجيات التفاوض بحيث تستخدمون طريقة التشجير مثلا لتسهل الموضوع وتضعها كلها في صورة واحدة. من استطاع منكم أن يفعل ذلك ويوزعه وينشره بناء على المكتوب في الشرائح هنا سيكون جيد ومفيد. طبعا لن يغني عن المعلومات اللي موجودة، لكن سيعطي صورة واضحة وصورة عامة تسهل عملية الفهم، وإذا دخل الواحد التفاصيل تكون الأرضية العامة موجودة عنده واضحة. استراتيجية التكامل هذه من المصالح المشتركة. طبعا الآن سندخل في بعض التفريعات داخل ماذا، داخل الإجابة عن سؤال ماذا. استراتيجية التكامل تكلمنا عنها، فيها تعاون فيها تكامل، كل واحد يحتاج الثاني يحتاج إلى معلومات. أيضا استراتيجية تطوير التعاون الحالي، وثالثا استراتيجية تعميق العلاقة القائمة. مرة أخرى هذا كله مطلوب، كله مطلوب، ما يعني أن نستعجل في بعض أنه غير مطلوب. نأخذ استراتيجية تعميق العلاقة القائمة مثلا، هذه أصلا في علاقة، ما هو نبتدأ الآن ابتداء نكون علاقة بيننا وبين فريق الخصم، لا، في استراتيجية قائمة أو في علاقة قائمة تقوم هذه الاستراتيجية على الوصول لمدى أكبر من التعاون بين الطرفين أو أكثر، تجمعهم مصلحتهم، هم أصلا بينهم تعاون لكن يكون في تعميق لهذه العلاقة وهذا التعاون. هذه من الأشياء اللي قد تستخدم وقد يحتاجها من يريد أن يفاوض. الرابعة أو دال استراتيجية توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجالات جديدة، هذه من الأشياء المهمة أيضا، وهذا شيء جميل، في تعاون في كل شيء وسمن على عسل، لكننا نتعاون الآن مثلا فيما يتعلق بفروع الشركة في الرياض، لا، نريد أن نتعاون أيضا فيما يتعلق بفروع الشركة في المنطقة الغربية، فيكون في توسيع لنطاق التعاون بمده إلى مجالات جديدة. أيضا ممكن نتعاون في تنويع البزنس بيننا، إحنا بيننا بزنس في التجزئة مثلا، سيكون هناك تعاون على البيع بالجملة أو البيع بالتعاون بالتوريد مثلا، نورد بعض الأشياء ونوزع، فنصبح نحن الموردين ونحن الموزعين، يكون في توزيع أو توسيع عفوا، وهذا شيء راجع لرغبة الفريقين، وكلها تصب في مصلحتهم. مما يتعلق أيضا بالجواب على سؤال ماذا، استراتيجيات تسمى استراتيجيات الصراع، تقوم على مبادئ أو مجموعة من المبادئ العامة، تقوم على مجموعة من المبادئ العامة، أهمها نذكر بعضها: استخدام كل طرف من الأطراف أساليب قد يظهر منها التعاون الراضي في تحقيق المصالح المشتركة المنافذ والمنافع المتبادلة بينهما، هي في حقيقة بينما هي في حقيقتها للتمويه والخداع. هذه احفظوها، وهذه من المصطلحات اللي قلت لكم إنها مهمة، لازم الواحد يفهمها ويستوعبها تماما، وغالبا يأتي فيها أو أحيانا يأتي فيها بعض الأسئلة في الاختبارات، كل المصطلحات استراتيجيات الصراع وغيرها. فهذه من الاستراتيجيات الموجودة ليظهر ظاهرها التعاون وباطنها الصراع، باطنها التمويه والخداع. يتظاهر كل طرف بإبدال استعداد لتحقيق منافع للطرف الآخر بينما يحرص على توسيع مكاسبه الخاصة
ولو ترتب على ذلك الحق الضرر بالطرف الآخر. ليس هناك مشاركة، ليس هناك تعاون، هناك تنافس شديد، هناك ربح وخسارة باختصار. هذه اسمها واحدة من استراتيجيات الصراع. مما يتعلق باستراتيجية الصراع أيضا هي أنواع، مرة ثانية قلت لكم لو استخدمت التشجير راح تستفيدون كثير وتلخصون الكلام هذا، لو تلخصون كل واحد لوحده يعني حتى يستوعب الصورة العامة إجمالا. استراتيجية الصراع منها الإنهاك، واحدة منها يسمونها استراتيجية الإنهاك، بحيث ينهك الفريق أو ينهك الطرف الآخر، ينهكه ويتعبه، سواء باستنزاف وقت الطرف الآخر أو باستنزاف الجهد إلى أشد درجة ممكنة، هو قصد الإنهاك، يسمونه الإنهاك. استراتيجية الصراع يندرج تحتها استراتيجية الإنهاك، وهذه واضحة جدا. أحيانا يريد فقط الفريق أن يكسب الوقت، ما يهمني والله متى نتفق، بقدر ما يهمني أنه أتفاوض معك لمدة سنة كاملة، خلال السنة كاملة أكون أنا حققت أهداف أشغلتك أنا عنها. هذه موجودة استراتيجية الإنهاك، لازم نستوعبها. منها أيضا استراتيجية التشتيت أو التفتيت، تقوم على فحص وتشخيص وتحديد أهم نقاط الضعف والقوة في طريق التفاوض الذي أوفده الطرف الآخر للتفاوض، وتحديد انتماءاتهم مع قائدهم ومستواهم العلمي والفني والطبقي والداخلي، وبناء على هذه الخصائص يتم رسم سياسة ماكرة لتفتيت وحدة وتكامل فريق التفاوض الذي أوفده الطرف الآخر. هذه من الأساليب، تشتيت أو تفتيت أو بعثرة وحدة الطرف الآخر أو الخصم، الفريق الخصم. الأولى الإنهاك، وهذه تشتيت، وهذه سيطرة، سيطرة وإخضاع. تقوم هذه الاستراتيجية على حشد كافة الإمكانيات التي تكمل السيطرة العامة على جلسات التفاوض، عن طريق القدرة على التنويع والتشكيل والتعديل والتبديل للمبادرات التفاوضية التي يتم طرحها على مائدة المفاوضات، بحيث يكون لنا سبق التعامل مع الطرف الآخر وسبق البدء في الحركة. فضلا عن إجبار الطرف الآخر على أن يتعامل مع مبادرة من صنعنا نعرف كل شيء عنها، أنا اللي أضع المبادرة وأنا اللي أنوعها وأنا الذي أحكم السيطرة والإخضاع عليها، وبالتالي أحكم السيطرة على فريق الخصم، ومن ثم فإن على الخصم أن يسير وفقا للطريق الذي رسمناه، نحن وضعنا الإطار ونحن نتحكم به الذي يسهل علينا السيطرة عليه فيه. أيضا من الاستراتيجيات، أو هذه زيادة تفصيل نقرأها لأنها ضروري فيما يتعلق باستراتيجية إحكام السيطرة أو الإخضاع. الرابعة من استراتيجية الصراع استراتيجية الدحر يسمونها، أو الغزو المنظم. الدحر أو الغزو المنظم، تبدأ العملية باختراق حاجز الصمت أو ندرة المعلومات لتجميع كافة البيانات والمعلومات الممكنة من خلال التفاوض التمهيدي مع هذا الطرف. هذه فيها تربص، فيها تربص وفيها محاولة لجمع معلومات ثم استخدام المعلومات كأسلحة ضد فريق الخصم، ثم معرفة أهم المجالات التي يمتلك فيها ميزات تنافسية خطيرة تهدد منتجاتها، والتفاوض معه على أن يترك لنا المجال فيه ونتجه لمجالات أخرى تستغرق وتستنزف قدراته وإمكانياته، وفي الوقت نفسه جعله ينحسر تدريجيا عن الأسواق التقليدية. فيه دحر، فيها إبعاد، فيها إقصاء، فيها إقصاء. هذه موجودة، وموجودة في غالب أسواق العمل يعني. أيضا هذه خامسة من استراتيجية الصراع، تسمى التدمير الذاتي والانتحار. طبعا هذه مصطلحات الإداريين والمختصين في إدارة التفاوض، نقرأها ونفهمها
لا تعني يعني معاني الدقيقة جدا للانتحار وغيرها، لكن هكذا سموها. هذه أيضا تتبع الانتحار إجراءات تنفيذ الاستراتيجية من بينها التسويف أو الصمت المؤقت وغيرها، كل هذه تدخل في ماذا؟ كلنا ندخل الآن في أو كلنا لازلنا نتبع الاستراتيجيات التي تجيب عن سؤال ماذا. فيما يتعلق الاستراتيجية الخامسة اللي هي الانتحار، فيها ثلاث أنواع، في تسويف أو الصمت المؤقت، وفي اثنين المفاجأة، وفي الانسحاب الهادي. ثلاثة مرة ثانية تلاحظون في معلومات شوية مكررة، مو مكررة، متداخلة ومتشعبة. جيد أنكم تلخصونها، وهذا اللي أنا أسويه والله أحياناً قبل ما المحاضرة، ألخص لنفسي أيضاً حتى أستوعب ثم أقدم المحاضرة. وبالتالي إذا خلصنا الآن الاستراتيجية الخامسة بأنواعها الثلاثة، استراتيجية التدمير الذاتي والانتحار، ننتهي من النوع الأول من الاستراتيجيات التفاوض التي تتكلم طبقا للناتج المطلوب تحقيقه أو تجيب عن سؤال ماذا. الآن سننتقل إلى النوع الآخر وهو الأقل، وهو الاستراتيجيات التي تجيب عن سؤال كيف. نعيد العنوان لأنه مهم، تصنيفات استراتيجيات التفاوض طبقا لطابع السلوك، طابع السلوك التفاوضي كيف، اللي قبلها استراتيجيات التفاوض طبقا للناتج، الناتج المطلوب وهذا السلوك، هذاك الناتج وهذا السلوك. فيها أيضا بعض التقسيمات لكنها أقل، بالتأكيد أقل، يمكن ما نأخذ إلى ثلاث شرائح أو أربع تقريبا. في عدة استراتيجيات الحقيقة. الاستراتيجية الأولى استراتيجيات هجومية يقابلها استراتيجيات دفاعية. يسعى المفاوض إلى اتخاذ موقف هجومي ويكون في الغالب عدوانيا. أو خلوني قبل ما أبدأ بهذه نبدأ باستراتيجيات كيف، خلوني أعطيكم سؤال أو سؤالين، ناخذ فاصل شوي ثم نكمل إن شاء الله، لأنه بقي علينا حوالي 20 دقيقة وتنتهي المحاضرة. خلوني أعطيكم بعض الأسئلة. أحد بنود صلح الحديبية التي تمت بعد التفاوض، أحد البنود، أعطيكم أربع خيارات، أعطوني ما هو الجواب الصحيح. أنا ما أدري أنتم مركزين معي ولا لا، خلوني أعطيكم السؤال anyway. واحد، دخول الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين مكة بالسلاح، ده الإعلان عن انتهاء حالة الحرب وإعلان هدنة بين المسلمين وقريش. جيم، التزام قريش برد من يأتيها مرتدا عن الإسلام. دال، منع القبائل العربية في جزيرة العرب وغيرها عن أن تدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. أي الأربع هذه هو الجواب الصحيح؟ أخذنا صلح الحديبية، وأخذنا التفاوض اللي فيه، وأخذنا دروس التفاوضية، فأي الأربع هذه هي الصحيحة؟ أعيد مرة ثانية، أحد بنود صلح الحديبية التي تمت بعد التفاوض، دخول الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين مكة بالسلاح، أو اللي هو باء، الإعلان عن انتهاء حالة الحرب وانتهاء وإعلان هدنة بين المسلمين وقريش. جيم، التزام قريش برد من يأتيها مرتدا عن الإسلام. دال، منع القبائل العربية في جزيرة العرب وغيرها عن أن تدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. أي الإجابات هي الإجابة الصحيحة؟
مرة أخرى أنا أتوقع أنكم تستمعون لكن ما تستطيعون تكتبون. الجواب على كل حال هو باء، فقرة باء، أحد بنود صلح الحديبية التي تمت بعد التفاوض، الإعلان عن انتهاء حالة الحرب وإعلان هدنة بين المسلمين وقريش. خلو أعطيكم أيضا سؤال آخر له علاقة بالصلح الحديبية. من أهم نتائج صلح الحديبية أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام، عدم اعتراف قريش بكيان الدولة المسلمة، لم يأمن المسلمون جانب قريش، عدم تمكين الرسول صلى الله عليه وسلم من تجهيز أي غزوة. من أهم نتائج صلح الحديبية أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام، عدم اعتراف قريش بكيان الدولة المسلمة، لم يأمن المسلمون جانب قريش، دال عدم تمكين الرسول صلى الله عليه وسلم تجهيز أي غزوة. الجواب هو الأول، من أهم نتائج صلح الحديبية أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام. طيب هذا السؤالين كذا خفيفات تعطينا بس حماس كذا وتشجعنا شوي حتى نعود إن شاء الله ونكمل محاضرتنا الطويلة نوعا ما. فيما يتعلق بتصنيف استراتيجيات التفاوض طبقا لطابع السلوك التفاوضي، الأولى استراتيجيات هجومية تقابلها. يسعى المفاوض لاتخاذ موقف هجومي ويكون في الغالب عدوانيا ومتشددا، ويلجأ إلى ذلك إذا كان موقفه التفاوضي يشعره بالتفوق الكبير أو لعدم حرصه على إتمام المفاوضات بنجاح أو تقديره بأن البدء بالهجوم يتيح فرصة أفضل في المفاوضات كإجراء انتقامي. وعلى العكس من ذلك يدرك المفاوض أن موقفه أضعف وبالتالي يستهدف إلى تقليل الخسائر أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذا شيء يقابل شيء، هجومي يقابل دفاعي. إذا كان المفاوض عنده شعور بالتفوق الكبير يمكن ينتقل إلى أو يتخذ موقف هجومي أو العدم حرص على إتمام المفاوضات، يعني ما يهمه النتيجة، يبدأ بالهجوم ويتيح فرصة أفضل في المفاوضات كإجراء انتقامي لا أكثر، لا أكثر من ذلك. إذا كان هذا موقفه قوي ولا يهمه النتيجة، جاي يفرض نفسه، جاي يقول اللي بخاطره، يقابله تماما. إذا كان موقفه ضعيف، الأول موقفه قوي، ثاني موقف ضعيف، فجاي يفاوض لهدف يمكن قد لا يكون لديه هدف إلا هدف واحد بس، يستهدف تقليل الخسائر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. عموما هذه الاستراتيجية الأولى، هجومي يقابله دفاعي. اثنين، استراتيجية التدرج يقابل استراتيجيات الإنجاز مرة واحدة، يعني مرة واحدة أو بالتدريج نفاوض أو نخلصها مرة واحدة ونمشي، يعني يرجع المفاوض في استراتيجيات التدرج إلى تبني روح التحرك خطوة خطوة نحو الغاية النهائية، إيمانا منهم بأن ذلك أفضل نفسيا وأيسر عمليا، كما أنه يوفر الوقت والجهد. وعلى العكس من ذلك تمثل استراتيجية الإنجاز مرة واحدة، يعني فيه بعض الناس يبغى يمشي سيستماتيك وي، يعني في طريق نظامي وطريق مبرمج صح التعبير ومخطط له بمراحل وخطوات، فهذه كيف، هذه مرة ثانية تتعلق بالسلوك مثل ما قلنا. أيضا من الأنواع التعاون يواجهها أو يقابلها المواجهة، وهذه وضحناها وذكرناها أكثر من مرة وهي أيضا مهمة، ليس معنى هذا أن يتجاوز بعض الشرائح أنها غير مهمة، كل ما شرح وكل ما تكلمنا عنه وكل ما كتب في الشرائح فهو مهم. هذه الرابعة والأخيرة، هذه هي الرابعة والأخيرة، استراتيجية تفادي النزاع يقابلها استراتيجيات مواجهة النزاع.
يحرص المفاوض في هذه الاستراتيجية على تفادي أسباب النزاع كافة كخط استراتيجي في مفاوضاته، ويكون مدفوعا بدوافع موضوعية أو شخصية، فربما يقدر أن النزاع يضر بمصالحه بدرجة أكبر، وأن موقفه ضعيف ويرغب في عدم انهيار المفاوضات بأي ثمن. تفادي النزاع هذه استراتيجية يعني رائعة في وقتها، إضافة إلى اتفاق سريع لأسباب يقدر أهميتها. وبالعكس هذا الأول كانه يعني يهدي كثير ولا يدخل في أي صراع، ما يدخل في أي صراع، يكون دوافعه موضوعية أو شخصية، لكن ما يرغب بوجود أي نزاع ولا يرغب بخلق أي سبب من أسباب النزاع كافة. فهذا تفادي النزاع. يقابله استراتيجية المواجهة، هذا بالعكس يكثف ويؤكد المواجهة ويصعد الموقف عندما يعني يعلم أن ذلك سيتيح له فرصا أفضل لتحقيق أهدافه. هذه من الأشياء المهمة. الرابعة، استراتيجية تفادي النزاع يقابلها استراتيجية مواجهة النزاع. عادة الأول هو أضعف، يعني جاي تفادي النزاع ما لي مصلحة، عادة وليس دائما، وعادة الثاني يكون فيه قوة أنه جاي يواجه لأنه واثق من نفسه لن يخسر شيء بحسب تقدير هو. عموما هذه استراتيجيات التفاوض طبقا لطابع السلوك التفاوضي، ذكرنا منها 4 أنواع، والاستراتيجيات التي تتعلق بالناتج المطلوب تحقيقه ذكرناها وذكرنا مجموعات وتفريعات كثيرة. الله يسعدكم، أهلا وسهلا بمن حضر. يليت توضحوا لي اللي حضرته الآن إذا الصوت واضح لكم أو لا، وضحوا لي. الله يسعدكم اللي دخلوا الآن، الصوت واضح، شرفوني، ممتاز سارة، الله يسعدك، شكرا لك. هذه محاضرتنا باختصار، ذكرناها باختصار وهي حقيقة تحتاج تفاصيل كثيرة. أرجع من البداية، هي استراتيجيات التفاوض، وتكلمنا عن نوعين رئيسيين، يعني استراتيجيات لها علاقة الناتج أو النتائج المطلوب تحقيقها، وهي التي تجيب عن سؤال ماذا، وهذه فصلنا فيها كثير، وأنا اقترحت على الطلاب والطالبات الكريمات الكرام اللي كانوا موجودين أنه يعملون لها تلخيص بطريقة التشجير حتى يسهل تصورها، وهذا اختياري لكم يعني. فالتصنيف استراتيجيات التفاوض طبقا للناتج المطلوب تحقيقه أو النتائج المطلوب تحقيقها والإجابة عن ماذا تحتاج تلخيص، فيها تفريعات وتكلمنا فيها بحوالي 15 شريحة. النوع الثاني طبقا لطابع السلوك التفاوضي، قلنا أنه مثلا هجومي يقابله دفاعي وهكذا، وهي اللي نجيب فيها عن سؤال كيف، وأعطينا فيها تفاصيل كثيرة. الآن أعطيكم الكوز، أنا أعطيت سؤالين اللي كانوا موجودين ممكن يفيدون اللي قبلهم، اللي دخلوا بعدهم، أعطيت سؤالين والآن أعطي أيضا سؤال أو سؤالين أو 3 حسب ما يسمح به الوقت. قبل ما أعطيكم الكوز أتساءل إن كان لديكم أي سؤال، فيه أي سؤال الله يسعدكم.
يبدو سارة ماذا تقول؟ الله يسعدها. لا فاصلة وجزاك الله خيرا، أحسنت، هذا أسلوب تعبير جميل جدا، شكرا لك. طيب خلنا أعطيكم سؤال الآن. سؤال حول الأرضية المشتركة اللي تكلمنا عنها. البناء القوي على أرضية مشتركة في بداية المفاوضات يساعد على، مرة ثانية، البناء القوي على أرضية مشتركة في بداية المفاوضات يساعد على التركيز على المصالح الصغرى، تفويت المصالح، تحمل الضغوط التي ستأتي، تأجيل النتيجة. أي هذه الإجابات الأربع هي الإجابة الصحيحة؟ أعيد السؤال مرة ثانية. البناء القوي على أرضية مشتركة في بداية المفاوضات يساعد على التركيز على المصالح الصغرى، تفويت المصالح، تحمل الضغوط التي ستأتي، تأجيل النتيجة. أي هذه الإجابات هي الإجابة الصحيحة برأيكم؟ هل من مشاركات؟ هل هي ألف، باء، جيم، دال؟ أيها؟ طيب الإجابة الصحيحة هي تحمل الضغوط التي ستأتي، هذا يساعد. البناء القوي على أرضية مشتركة في بداية المفاوضات يساعد على تحمل الضغوط التي ستأتي، عفوا، تحمل الضغوط التي ستأتي، وهي جيم، فقرة جيم، فقرة جيم، الله يسعدكم. طيب يمدينا ناخذ سؤال واحد مثلا الآن. أظني طرحت السؤال هذا، تعلق نظرية ماسلو. لا، أكيد أني طرحت هذا، وهذا أيضا. خلوا أعطيكم سؤال الآن آخر. ينشأ، هو طبعا فراغ، ينشأ بسبب عدم اتفاق طرفين أو أكثر على حل المشكلة. ينشأ بسبب عدم اتفاق طرفين أو أكثر على حل المشكلة. هل هو فوز الفريقين أو الصراع أو التنازل أو المساومة؟ أيها؟ فراغ ينشأ بسبب عدم اتفاق طرفين أو أكثر على حل مشكلة ما، فوز الفريقين، الصراع، التنازل، المساومة. ما هو الجواب الصحيح في نظركم؟ ما هو الجواب الصحيح في نظركم من هذه الأربع؟ سارة تقول الصراع. هل من جواب آخر؟ صحيح، الجواب الصحيح هو الصراع، وهو فقرة باء. ينشأ، اللي هو الصراع، ينشأ بسبب عدم اتفاق طرفين أو أكثر على حل مشكلة ما، وهو فقرة باء. طيب الله يسعدكم ويبارك فيكم. احنا عندنا محاضرة بعد قليل، نكمل ان شاء الله. عندنا المحاضرة العاشرة، هذه المحاضرة التاسعة، لكن كالعادة سنخرج ونعود ان شاء الله.
فخلونا نخرج الآن إذا سمحتوا.